ولك آخ آخ، طاهر مشي وبلش مراد بعدين. يا الله سامحني، لك أنا شو عامل ذنوب؟ أنا شو عامل ذنوب لحتى بعدت لي هيك ولادي عزبوا يا أمي؟ راسي وجعني كرمال الله اهدي بقى. أنت ما بتعرف تقول هالكلمة غير لأمك مو؟ ما بتقولها لا لمرتك ولا حتى لأخواتك، لا لطاهر ولا لمراد، ما بتعرف تقولها بنوب. أنا أول ما أحكي وقتها بتقلي كني وبتقلي سكتي. أنت شو هذا يلي عملته؟ ولك أنت خلص ما ضل فيك مخ بنوب؟ يعني شو في يا أخي؟ أنا بحب نظر وبدي أتزوجها، شو بكم مستغربين؟ وبدي أتجوزها. ولك نظر لساتها متجوزة من فيدات ولك؟ بس اليوم اتطلقي. بلا اتطلقي؟ ايه لسا حبر التوقيع على ورقة الطلاق ما نشف، أنت بدك تتجوزها؟ يا ويلي، نسوان فيدات ما رح يتركوا ولادي بحالهم أبداً، بدي أفهم أنا شو ذنبي لأن بلب نسوانه. قلت لك اسكتي كرمال الله سمعينا بقى، بدك يعني ارتكب فيك جريمة؟ خلصنا، وطوا صوتكم. ما تخاف حبيبي، ما تخاف. خاف الولد قلبي. ولك ناوي تموت بين إيدي لحتى عملت هيك؟ حامل البنت على ظهرك وجايبها لهون؟ لو شافك جميل شو كان عمل؟ كان حط رصاصة براسك. شو أعمل له؟ يحط رصاصة واللي بده إياه. وقف، بركي أنا بحطها رصاصة وما بينبلى فيك الزلمة. طول بالك أخي بالرحمن بقى. بالله بدك ياني طول بالي وأنا عندي هيك أخوة؟ كيف بدي طول بالي؟ فاتح فهمني كيف؟ مراد أخي طلع من وشه هلأ. العمى شو حيوان. ما بعرف شو شربان الحمار، ريحته بتقرف، ريته يشرب سم. حبيبة قلبي ما تخافي ما تخافي، هاي ستك جنت وبلشت تقوص. ليش يعني؟ ما بتعرفيها لستك؟ بتعمل فصول ناقصة على طول وبلا طعمة. معناها جنت وما ضل عندها مخ. بنتي سكتي بلا ما يسمعوكي، انتبهي على أخوكي والله قلبي رح يوقف. بسم الله الرحمن الرحيم عليك. قسما بالله انا رح جن منهم هدول، عمايلهم ما بتتصدق، متفقين علي بدهم يزتوني بمشفى المجانين. مصطفى وطي صوتك. مش مين اللي معلي صوته؟ انت. ولك حمل بنت العالم على ظهره وجابها لهون، شو هذا؟ ما ضل فيه مخ بالمرة؟ بكفي حاجة صريح. انا ما عم صرخ، انت اللي عم تصرخي بوشي، خليني كمل كلامي. اوف دخيلكم، كأنه طلع ضغطي، ما حدا من فيني. وهي مرضي. أعطوني دوائي، لك وين راح دوائي؟ شو عملتي انتي نظار؟ فهميني شو عملتي؟ ما تعصبي علي، أنا مو أنا اللي خطفت أمي، هو اللي خطفني. بس شايفتك مبسوطة وانتي عم تقوليها. انتي مو وعدتي أبوك إنه هالموضوع ما عاد رح ينفتح؟ مزبوط وعدته بس ما زبطت معي. اف يا ربي دخيلك، كل ما قلت أمورنا مع هالجماعة تصلحت وصار فينا نسلم على بعض ونحكي كلمتين هوب نرجع من الأول. نظر أنت مصرة أنه أبوكي والكليلية يكون في بيناتهم دم يعني؟ لو كان أبوكي هون شو كان عمل؟ مراد بالمشفى وأبوكي بالنظارة ونحن ناطرينه بالمغفر. والله رح ينفجر راسي. مرجاني يلا قومي جيبي لي أي حبة مسكن أو مهدئ، جيبي لي أي شيء. آخ يا ربي راسي. لا تضحكي، ما حدا فيكم بحس. وأنت أمي من وشي، يلا يلا على قوطك، اندفسي وما عاد تتحركي منها، ما بدي أبوك يشوفك. ما بتخلص مشاكلنا يعني، وبعدين مع هالبنات. يا ربي دخيلك ترحمني. نظار لك رجع هذا المجنون. نظار 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 والله رح موت من حبي لك. انتوا فوتوا لجوا، يلا عم اقول لك لجوا. خديها من وشي لجوا، يلا نظار فوتي معي من جوات قلبي. خلصنا بقى، خديه وحطيه بقلبك وشوفي شو كبير نظار. اوف نظار اوف
نظر. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.